مهند محمود قباني، رئيس لجنة طلاب مدرسة يني الثانوية. صباح الخير. احتفاء بيوم الطالب بمدرسة يني الثانوية، تم استلام زمام الأمور من قبل حضرتكم. ما هو شعورك عندما جلست على كرسي الإدارة؟ أول شيء صباح الخير. شعور اليوم إنه جلست على كرسي الإدارة هو شعور غريب، في منه خوف وفي منه يعني شوية إحساس بالمسؤولية، اللي هي المسؤولية الإدارة اللي هي بتحسها كل السنة. يعني اللي بيجلس على كرسي الإدارة لازم يكون عنده كثير من المسؤولية، وإنه هو يعني مسؤول عن كل المدرسة، لازم يتحمل كل المدرسة ويشوف شو عم بيدور بالمدرسة، لازم يرد على كل طلبات الأولاد، لأن الطلاب يعني وإذا ما ردش على طلبات الأولاد راح تكون يعني مش هديك الإدارة. فلازم إنه أي طلب بنطلب من الإدارة إنه الطلاب أو إنه الإدارة تلبي هاي الطلبات للأولاد. الخطوات اللي قمت فيها البارحة وقبل البارحة، الاستعدادات اللي قمت فيها لإنجاح هذا اليوم، ممكن تحدثنا عنها بكم جملة؟ الاستعدادات اللي كانت امبارح، انا الصراحة وانا قاعد بالمدرسة حسيت المدرسة خليتنا حلو، فلتت بالمدرسة حلو. الطلاب يعني عن جد كانت تشتغل من قلب ورب، وخصوصا انه احنا مجلس الطلاب والمسؤولين عن هذا اليوم حطينا جائزة بقيمة 1000 شيكل للي بيكون احلى صف، فحسيت انه كل الطلاب عم تشتغل من كل قلبها وعم تشتغل لصفها. يعني كنت ادور بين الطلاب وبين الصفوف، كان كتير الاشي حلو انه كل الصفوف مزين. كمان مرة قد ايه المبلغ؟ المبلغ ب1000 شيكل للصف اللي بيربح. حلو الصف. مقدم من مين؟ مقدم من مجلس الطلاب والمدرسة. حلو الله يعطيك العافية. الله يعافيك. في كمان احنا مجلس الطلاب طبعا اشتغلنا من الصبح للساعة 3 روحنا من المدرسة، كان في انه عيننا مين راح يكون المدير ومين الادارة، يعني هاي كلياتها، وقسمنا الشغل على باقي مجلس الطلاب، لانه ما ينفعش واحد او اثنين يشتغلوا مجلس الطلاب، لازم يكون مجلس الطلاب يشتغلوا بهذا اليوم. يعطيك ألف عافية. كلمة أخيرة مهند، أستاذ مهند مدير المدرسة ليوم واحد. كلمة أخيرة اللي بقولها للطلاب، إنه بتمنى إنه يكون هذا اليوم للطلاب يوم حلو وممتع، وبتمنى إنه كمان هذا اليوم يكون ناجح عشان يكون أحلى يوم طالب كان، وهذا هو. شكرا لكم. شكرا بهذه المناسبة أهني مدرسة كفر ياسيف الثانوية على نجاحها في البقروت، لقد حصلت من على أفضل أو من أفضل مدارس في إسرائيل. شكرا، شكرا لك أيها المدير الصغير، بتمنى لك التوفيق في المستقبل. شكرا لك. باي.